في مدينة كغفساي يتعارف الناس فيما بينهم. الحياة هناك لم تفقد الكثير من طابعها القروي، وسرعان ما يتم اكتشاف الغريب، وسرعان ما يعلم سبب مجيئه إلى هذه المدينة الصغيرة. ولذلك لما وصل عبد الجليل المصوري إلى المدينة يوم سوق الأحد، سرعان ما علم أنه أستاذ الفرنسية الجديد الذي سيلتحق بالثانوية. ربما كان توقيت وصوله إلى هناك مما ساعد على التعجيل باكتشاف أمره. ففي أواخر غشت قليلا ما يفد الغرباء على غفساي، ثم إن الرجل ما لبث أن توجه إلى بقال قريب من الثانوية يبحث عن منزل يستأجره، وقد دله على منزل غير بعيد هو منزل عبد الله العسال. في المدن الصغيرة لا شيء يظل خفيا لمدة طويلة. مع مغرب ذلك الأحد 23 من غشت من العام 98-900-1000 علم في غفساي أن الوافد الجديد أستاذ للغة الفرنسية حديث التخرج، وأنه قادم من مدينة العرائش. لاحقا سيعلم عنه أنه أعزب وأنه يبلغ من العمر 24 عاما. اكترى الشاب عبد الجليل سكنا اقتطعه عبد الله العسال من الطابق الأرضي لمنزله، وكان عليه أن ينقل إليه الأثاث، ولذلك غاب عن المدينة بضعة أيام. لما انطلق الموسم الدراسي كان عبد الجليل قد أتم تأثيث سكنه. كان له تلفاز ومكتبة صغيرة وسرير وبضع أوان في المطبخ. لم تكن لديه ثلاجة، وحين يشتري لحما فإنه يطلب من عائلة العسال أن تضعه في ثلاجتها إلى حين. كانت لصاحب البيت فتاة تبدو في 16 أو أكثر من ذلك بقليل. في أغلب المرات كانت هي التي تتسلم منه ما يريد وضعه في الثلاجة. كانت على قدر من الحسن، وأجمل ما لديها ابتسامتها تلك الممزوجة بخجل لا يخفى. اسمها زهرة. سيعلم مدرس اللغة الفرنسية بعد فترة أن الفتاة انقطعت عن الدراسة قبل عام دراسي مضى، وأنها تلازم البيت تساعد أمها في القيام بأعباء الأسرة. حين كان يعود في المساء من المدرسة، كثيرا ما كان أحد أبناء عبد الله العسال يطرق بابه يحمل إليه رغائف أو قطعة كعك مما تعده ربات البيوت احتفاء بأسرهن. استطاع عبد الجليل أن يربط علاقات وطيدة مع عائلة العسال. كانوا يعدونه واحدا منهم، وكان هو القادم من العرائش يعتبرهم أفراد أسرته. حل فصل الشتاء. في شهر يناير تنخفض درجات الحرارة وتكسو الثلوج السفوح المجاورة. لم يكن عبد الجليل متعودا على ذلك. في المدن الساحلية تبقى الحرارة معتدلة عموما. وذات ليلة في ساعة متأخرة طرق بابه. لم يكن قد آوى إلى فراشه بعد، فقد أعجبه فيلم وثائقي حول الحياة في سيبيريا. كانت على الجدار ساعة تشير إلى منتصف الليل. ساوره شك حول من يكن الطارق في تلك الساعة المتأخرة. ظن أن يكون أحدا من أبناء العسال. اقترب من الباب وقال: من؟ لم يجب أحد. أعاد السؤال: من؟ ثم جاءه صوت أحس بأنه بعيد عن الباب: أنا، افتح من فضلك. كان صوت رجل لم يكن يعرف ذلك الصوت. من أنت؟ عابر سبيل، أنا جائع والبرد قارس. وجد نفسه في موقف حرج. قد يكون الرجل عابر سبيل حقا، وقد يكون أيضا لصا يتحين الفرصة، وقد يكون مجرما، وقد يكون. ثم عاد الصوت متوسلا: أنا جائع وليس لي مأوى. تخطى عبد الجليل خوفه وفتح الباب. وجد نفسه وجها لوجه مع رجل ذي لحية كثة. لم يتبين وجهه. ظل واقفا في مكانه ينتظر أن يأذن له عبد الجليل بالدخول. نظر إليه متفحصا. كان البرد قارسا. ادخل، قال له. لم يرد الرجل. تقدم نحو الباب
كان يحمل حقيبة علقها إلى كتفه. بارك الله فيك. وضع الرجل حقيبته. كان في الموقد بقية نار، المكان دافئ. جلس القرفصاء وعرض كفيه على الموقد، ثم نزع حذائيه، تقدم نحو المائدة وجلس. ذهب عبد الجليل إلى المطبخ وجاء بكأس ما لبث أن ملأه شايا. قدم له الكأس دون أن يقول له شيئا. شرب الرجل الشاي برشفات متتالية. مرحبا بك، قال عبد الجليل. هل أنت جائع؟ نعم، لم أذق طعاما منذ البارحة. لم يرغب أن يحرجه بسؤال، تبسم في وجهه ثم مضى إلى المطبخ. كان لديه بقية من طعام، أعد بيضا مقليا ووضع في صحن بعض الزيتون. كان الغريب ينتظر، شد انتباهه الفيلم الذي كان عبد الجليل يشاهده. تفضل. بارك الله فيك. عاد عبد الجليل إلى كأس الشاي بينما كان الغريب يأكل. انتهى الشريط الوثائقي حول سيبيريا. غير القناة، كانت في إحداها نشرة للأخبار. لما انتهى الرجل من الأكل سأله عبد الجليل عن اسمه. الراجي. من أين جئت سراجي؟ من مكناس. وإلى أين تريد؟ لست أدري، لم أقرر بعد. نظر إليه عبد الجليل مليا، كانت لحيته الكثة تخفي الكثير من ملامحه، وكانت ملابسه المتسخة تبعث على الريبة والشك. أعد له مكانا ينام فيه وجاءه بغطاء. أطفأ التلفزيون ثم الأضواء ودخل إلى غرفة نومه. أغلق الباب بإحكام ثم استلقى على السرير. من حسن حظه أن الصبح الذي يقترب صبح يوم أحد لن يذهب إلى العمل. يذكر أنه أمضى وقتا طويلا قبل أن ينام. لما استيقظ في الصباح وكان الوقت ضحا، كان ضيفه نائما حيث تركه. لم يرد أن يوقظه، فالرجل كان يعاني من التعب وهو بحاجة إلى راحة كافية. أعد الفطور. في الخارج كان الجو ماطرا والحرارة منخفضة. كانت الساعة المعلقة على الجدار تشير إلى 11. تقدم إليه، ناداه بصوت خافت: رجي رجي. لم يجبه، وقد لاحظ عبد الجليل أن الرجل لم يتحرك وظل على الجنب الذي كان عليه. اقترب منه وهزه بلطف، لم يلمس منه تجاوبا. مرر كفه بمحاذاة وجهه، لم يكن يتنفس. تصور الصدمة التي تلقاها عبد الجليل. حركه بقوة، لا شيء. ماذا حدث له؟ هل مات؟ ما الذي سيفعله الآن؟ كانت الأسئلة تتلاحق عنيفة في ذهنه. طرق باب عبد الله العسال، خرج إليه، قال له: أريدك في أمر خطير سي عبد الله. الليلة الماضية طرق بابي غريب، كان البرد قارسا كما لاحظت. أدخلته، أطعمته، وفي الصباح لما لاحظت أنه تأخر نائما حاولت إيقاظه، ولكنه لم يتحرك. بدا لي أنه لا يتنفس، قد يكون مات. شحب وجه أستاذ اللغة الفرنسية الشاب. لم يكن عبد الله العسال يخفي قلقه وخوفه، ففي النهاية إذا كان الرجل ميتا فإنه سيكون مات في بيته، وسوف يسأل عن ذلك لا محالة. رافق عبد الجليل إلى الداخل. كان الغريب مستلقيا على جانبه الأيسر لا يتحرك. تقدم نحوه عبد الله، انحنى عليه، قال: إنه ميت ويجب إبلاغ السلطات. تراجع قليلا إلى الوراء، نظر مطولا إلى الشخص الممدد أمامه. كانت لحيته الكثة تخفي ملامحه، عيناه مغمضتان. دلف عبد الله إلى مقر الدرك الملكي. بعد أقل من نصف ساعة عاد إلى المنزل ومعه دركي. كان عبد الجليل ينتظر. تقدم الدركي وجس النبض على مستوى المعصم ثم الوريد. أظن أنه ما زال على قيد الحياة. طلب سيارة إسعاف الجماعة، لم تتأخر إذ لم تكن بعيدة. تم نقله إلى المستشفى في تونات بينما تم الاستماع إلى عبد الجليل وعبد الله. مساء ذلك اليوم استعاد الرجل وعيه.
حاول أن يقنع رجال الشرطة القضائية الذين انتدبتهم النيابة العامة للاستماع إليه بأنه جندي متقاعد اسمه الراجل بن نوري. كانت وثائق الهوية التي معه تفيد بذلك، ولكن عدم قدرته على الإدلاء بمعلومات حول مساره كجندي جعلت الشكوك تحوم حوله. رفعت بصماته وتبين بعد حين أن الرجل ذا اللحية الكثة يدعى ميلود البطال، وأنه فر قبل شهر من السجن المدني بوجدة، حيث أودع قبل 5 أعوام بعد أن حكم عليه بالسجن 20 عاما. كان متورطا مع آخرين في جريمة قتل. خلال الأسابيع 4 التي أمضاها خارج الأسوار كان لا يتحرك إلا ليلا. فر من السجن منفردا، لم يكن قد خطط للأمر. تسلل إلى الخارج في غفلة من الحراس أثناء الاستراحة. كانت ساحة السجن تعرف بعض الأشغال، اندس بين العمال وفي 5 دقائق كان في الخارج. يحكي في اعترافاته أن وجهته الأولى كانت محطة القطار. في الطريق سرق من رجل حافظة نقوده، كان بها مبلغ يزيد قليلا عن 300 درهم، وفيها وثائق هوية باسم الراجل بن نوري. لم يغير فيها شيئا. بعد أيام أعيد إلى السجن، وأضيفت إلى عقوبته عقوبة حبس أخرى جزاء هروبه.